يعطيك العافية. كيفك؟ صباح الخير لكم. نحن بنشكركم، وهيدي طبعا الفقرة المحببة على قلب هبة، بتحبها كثير. بس اليوم اخذينا على برودواي. صحيح. فسر لنا أكثر، ليش اسمها برودواي جاز؟ برودواي جاز لأنه هي بتدخل ضمن البرودواي دانس. نعم. والبرودواي دانس بيشمل عدة أنواع من الرقص، يلي هو التاب دانس، برودواي جاز، باليه جاز، وكلهم بنشوفهم بعروض البرودواي، يلي هو نوع من الفن أو الرقص المسرحي. صحيح. فهيدا اللي بلش، أكيد بلش بنيويورك، وبعده مسرحه قائم بنيويورك طبعا. أكيد. من أهم، هو طموح كل الفنانين، من أهم لأنه مسرح غنائي وراقص. صحيح. خطواتها على شو بتعتمد؟ هل هي صعبة أو سهلة التعلم؟ هلا اكيد بده يكون في خلفيه رقص، وبنحب نقول انه بلشت البرودواي جاز والحركات هي من حركات طبيعيه. نعم. يعني مثلا نشيل القبعه ونحط القبعه بايدين، بنقرب بنرجع، هدول الحركات الطبيعيه اكيد اساسها هي الجاز، دخلوا ضمن البرودواي جاز. واليوم كأنه كما بدي اقول لك انه كانه فيها مزج بين الشرق الامريكي يلي هو نيويورك والجنوب الأمريكي مطرح ما خلق الجاز. مزبوط. اللي هو نيو أورليانز بلويزيانا. واليوم توني حبينا هيك نقدم لكم بطريقة شوي مختلفة ومهضومة، رح نرقص على غنية كلمة حلوة للفنانة كارول عون. هالأغنية هي تتأكد أنه حلقتنا انترناشنال. نعم. هالأغنية هي تأليف وألحان مالك اليمن، وتوزيع حسام عوض. أكيد المؤلف مالك عطانا الحق انه نستعمل هالأغنية، فحبينا نقدم لكم شيء كثير مهضوم لانه اكيد رح يكون في عنا صار حتى بلبنان برودواي جاز بالعربي. هلا المشاهد على التلفزيون او عبر وسائل التواصل الاجتماعي اذا ما كرر هالفيديو، فيديو البرودواي جاز اليوم معكم، ممكن يتعلمها بسهولة؟ اكيد منا صعبة يعني. لا اكيد بيرجع بيعود بيعيدوا نفس الحركات وبيتبعونها، فبيقدروا يحفظوا الحركات الأساسية اللي نحن عملناها ضمن كوريغرافي اكيد من تصميمي وبحضور الصبايا كريستي، جينيفر وماري جوزي. كثير حلو، اهلا وسهلا فيكم، وخلينا نبدا. يلا رح نبلش اول خطوه اللي هي ننزل شوي اجرينا لتحت. اوكي سهل الخطوه، نرجع بدنا نحط ايدنا على القبعه. اوكي بدنا نعمل نفتح اجر اليمين، نعلي مع القبعه، ثاني اجر يمين شمال يمين شمال. هلا بنحط القبعه هون، بنبرم بنرجع بنحطها على راسنا. هلا بنقرب بفشختين لقدام، فشختين لورا لورا، بنرجع بنعمل سلايد، بنعيد نفس الحركه كمان، يمين شمال يمين شمال يمين شمال، بنروح على رؤوس اصابعنا وبنحط الشبكو على راسنا، بنرجع نمشي خطوتين لقدام خطوتين لورا، نفتح نفتح. وهلا رح نبرم بروفيل، رح نعمل كيك مع ايدي، بنزل وبسحب بصير ارجع لعندكم. هلا رح نعمل الخطوه بالاجرين اول شيء تشوفوها انه سهله، شمال يمين، عم بقرب لقدام يرجع. هلا رح استعمل الكبعه بنفس الوقت، اوكي يعني 1 2 3 مرة على راسي مرة هون، وكمان ببرم فيها برجع بحط الشابو وبعيدها مرتين. هيدي كيك كيك كيك، بنعيدها 1 2 3 4 5 6 7 8، ببرم مور. اوكي هون رح نكون واقفين شوي صغيرة، رح نعمل حركة الإجرين يلي هي هون قدام ورا قدام، عم ببرم نص برمه. اوكي رح نعملها مع الشابو. اوكي نعلي الكبعه بنوطيها، على الكبعه نوطيها. وهلا بنصير وجهنا لكم، رح نعمل بخصره زيح يمين شمال وببرم، يرجع شمال يمين وببرم، وبنعيد نفس الحركه اللي هي هيدي. عم نستعمل كثير الاكسسوار اذا ملاحظين، تقريبا ثلاث ارباع الوقت بالشابو. اكيد بوبا يعني نحن لكم. شكرا لكم. طيب جاهزين للرقص الفعلي؟ باخر بارتي رح نرجع نعيد الاولى، هي ذاتها هيدي، هيدي هي الكوريغرافي كامله.
إذا بتحبوا كثير منيح. يلا فأزن على غنية كلمة حلوة للمطربة كارول هون. رح نرقص برودواي جاز. تفضلوا. شكرا لكم. هاي كلمة حلوة منه. شكرا لكم. شكرا لكم. توني الآن سننتقل إلى تقرير آخر. نبقى في أجواء الفن.